السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده معلش هو فيديو سريع كده، وردا وتعقيبا على الردود اللي جت على الفيديو بتاع حوار مع أو لقاء مع الشاب السنغالي في باريس. كنت في فرنسا وشاهدت مباراة الجزائر والسنغال، وفضلت قاعد بالليلة شاهدها، وكنت سعيد جدا وفرحان ومتفاعل جدا مع الماتش. وطبعا كلنا وكل العرب مش المصريين بس طبعا كانوا بيتمنوا، وكلهم كانوا قلب على قلب رجل واحد نتمنى ان الجزائر هي طبعا تفوز بالكاس. وقابلت الشاب السنغالي ده، وكان طبعا مفاجأة، الماتش كان قبلها بيوم، فالشاب كان يعني فعلا شدني بلغته العربية وحفظه للقرآن وبتاع، فعملت معاه الحوار دون، وانا عارف ان هو زعلان عشان الكاس ضاع منهم وكده. فتبادلنا الحوار يعني، وحتى في اللقاء ان قلت له ان ضربة الجزاء غير صحيحة من اول لحظة انا شفتها، قلت ضربة الجزاء غير صحيحة، وده طبيعي يعني. انا طبعا مش خبير كرة، بس واضحة ان اللاعب الجزائري الدفاع كان حضامم دراعه في جسمه، فاعتبر كده مش فارد ايده، مش بعيد عنه، فيعتبر الايد يد جزء من الجسم، فما تحسبش، واضحة جدا يعني، وشفناها كتير وعارفينها من كتر المباريات يعني، مش كخبرة، مش واحد خبير يعني. فكلمته فبقول له من اول لحظه انا يعني شفته، انا نفسي قلت ان هي مش ضربه جزاء، ما بالك يعني الناس الخبره وكده، فانا اتهمه يعني. فهو لي قال لا انا لا اتهمه يعني. طبعا هو كان سنغالي، حتى انا اتكلمت معاه يمكن قبل الحوار ان هو كان سعيد جدا بضربه الجزاء دي، وكان نفسه تتحسب، وكان عندهم امل ان هم يتعادلوا. طبعا ما كلهم كده، حتى لو احنا الفريق المصري كده، حتى لو ضربه جزاء جت غير صحيحه وظلم، احنا هنكون سعداء بيها لانها تعدل وضعنا، وانا متفهم وضعه يعني. حتى عشان كده قلت له ان بصراحه الفريق السنغالي عمل مجهود، بذل مجهود، وهو قال بذل قصار جهده، فبنحييهم يعني وكده على المجهود. لكن الحكم كان، قلت له الحكم كان ظالم، وكانت كل كوره او لمسه او تلامس بين الشباب الفريقين على طول فاول فاول، وضربه الجزاء والبلانتي دي كانت غير صحيحه. وهو لما راح شاف الحكم في المونيتور يعني، شاف ان هو خطا وراح لاغي ضربه الجزاء، فده بيثبت على نفسه ان هو اخطا في الحكم. وحتى هو الولد قال ان الكاف هتحاسبه على الكلام ده، بيبقى طبعا تقييم للحاكم، الحكم كده. كما لا بس السنغال ما شاء الله مجهودهم حلو ولعبوا كويس، بس زي ما انت قلت نعم النصيب وما فيش حظ. نعم، لولا النصيب ما شاء الله لاخذنا الكاس. انت معلش، والحكم؟ نعم هكذا الحكم. الحكم انا لا اتهم به، لكن مع انا اتهمه. لا لا تتهم يا اخي العزيز، تعرف هنا لدينا كانت جزاء. كانت ظاهرة، هذه ليست ضربة جزاء. عندما شاهدت المشهد في أول لحظة قلت هذا، هذه ليست ضربة جزاء. نعم هذا ما قاله الناس. وهو ذهب إلى الشاشة العرض نعم المونيتور الشاشة، واعترف بخطئي، وهذه ستحسب عليه وليس له. أكيد بالفعل لابد أن تحاسب عليه، لكن كاف ذاك دوره صحيح، وسيلعب به دورا هاما عند ال. انا فوجئت، رد فعل غريب جدا جدا، وما كنتش اتخيل يعني. زمان كنا بنسمع ان في بعض الشباب المتعصبين الكوره بغباء يعني وجهل، لكن دي انا شفتها عملي يعني. فوجئت بحوالي اكتر من 60 تعليق على الفيديو بيتكلم، كله داخل يشتم اولا بالفاظ قذره وسوقيه وحيوانيه يعني، وناس راسها الفاظ زباله يعني زيهم. طبعا دول لا يمثلوا كامل الشعب الجزائري طبعا، احنا لنا علاقه، انا ليا يعني، شفت شباب جزائريين كتير جدا غايه الاحترام، ومغاربه وتوانسه وكده، وبحكم شغلنا هنا في الخليج يعني. ففعلا في شباب سيئين جدا جدا دخلوا بغباء، دخلوا يشتموا وبيقولوا ان انا بقول ان الحكم غلط ان هو لغى ضربه الجزاء، وبرغم ان انا بقول الحكم غلط ان هو اخطا ان هو حسب ضربه جزاء، والكلام واضح والفيديو فوق واضح، وما تفهمش داخلين يعني عمي طرش، ما تفهمش يعني ولا ايه بالظبط، مش عارف يعني، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيفهم. وانا يعني رديت على كل واحد منهم باسلوبه القذر، لكن حبيت انزل فيديو اوضح فيه الناس ما اعرفش شافت الفيديو ازاي. انا عدت الفيديو وشفته اكتر من مره، فين الكلام الغبي اللي بيقولوه ان انا بقول ان ضربة الجزاء دي كانت صحيحة وان الحكم اخطأ انه لغاها؟ ايه الهبل ده؟ معلش، والحكم؟ نعم هكذا الحكم.
الحكم انا لا اتهم به لكن ما انا اتهمه. لا لا تتهم يا اخي العزيز، تعرف هنا لدينا كانت ظاهره، هذه ليست ضربه جزاء. عندما شاهدت المشهد في اول لحظه قلت هذه ليست ضربه جزاء. نعم هذا ما قاله الناس. وهو ذهب الى شاشه العرض المونيتور واعترف بخطئي، وهذه ستحسب عليه وليس له. كانت ظاهرة، هذه ليست ضربة جزاء. عندما شاهدت المشهد في أول لحظة قلت هذه ليست ضربة جزاء. قول إذا كان الواحد يكتب، إذا كان الخبراء المعلقين في البرنامج قالوا إن ضربة جزاء كانت خطأ ولا يا عم أنت، ما أنا عارف أنا قايل كده. أنت جايب الكلام ده منين؟ بتتهمني منين؟ الفيديو موجود وما زال موجود على القناة، مفيش، وهجيب جزء منه في الحتة هنا تسمعها. انا بتهم الحكم ان هو ظالم وخطا في احتساب ضرب الجزاء، عشان كده هو راح لغايه لما شاف المونيتور، ودي ضده، هتحسب ضده. كانت ظاهره، هذه ليست ضربه جزاء. عندما شاهدت المشهد في اول لحظه قلت هذه ليست ضربه جزاء. ان هو حكم في ضرب الجزاء وبعدين تبين فعلا هي مش ضرب الجزاء راح لغيها كده، ان هو يعني مش فير يعني، غير الفاولات اللي كان عاملها كتير في الماتش وكده، وكلنا كنا شايفين الماتش يعني كان غريب وتنشن وكده. فقلت له انا بتهمه ان هو ظالم يعني، كان بيحكم بين هو لا اتهمه. هو طبعا زي ما قلت لكم ان هو كان عاوز، وهو قاعد يضحك يعني، وانا قلت له قبل التسجيل حتى يعني، قلت له انت كان نفسك تبقى يبقى انت عشان تتعادلوا بتاع، قال لي اه بس هو مش عاوز يقول ان هي مش بلين صحيحه يعني، ان هي خطا، ان الحكم حكم خطا، فعشان كده قال لي لا اتهمه يعني، لا يتهمه انه كان يحتسب ضربه جزاء بالخطا. وانا قلت اتهمه، ومن اول لحظه قلت كده، من اول لحظه ما شفت قلت دي مش ضربه جزاء، مش غلط. كانت ظاهره، هذه ليست ضربه جزاء. عندما شاهدت المشهد في اول لحظه قلت هذه ليست ضربه جزاء. ليه بقى الشباب الجزائريين داخلين يشتموا ويسبوا ليه؟ عادي، طب هو السب والشتيمه سهله يعني، قله الادب دي سهله، سهل الواحد يبقى قليل ادب، وصعب الواحد يبقى مؤدب ومحترم الا اذا كان هو مؤدب ومحترم. ايه يا مصري يا حاقد، مصري ايه يا ابني وجزائري ايه؟ انا كنت في ساعتها في فرنسا وساعدنا جدا، وناس عملت تهيص في الشوارع، وانا كنت في فندق حتى حاولت اسجل اصواتهم، طلعت كنت هنزل فيديو بيها بالفرح. وقابلت اتنين سواقين مش واحد جزائريين اوبر، لما طلبت اوبر وقدرتهم وقعدنا نتناقش وباركت لهم وقعدنا نفرح. واحد منهم وراني فيديو هو وعياله واسرته نزلوا الشارع وعملوا احتفال في الشارع فرنسا رهيب، وكنا صعدة من الكلب. ده ايه الغباء وقلة الادب دي والشتيمة ويا مصر يا حاقد يا مصر مش عارف ايه، احنا خدنا منكم الكاس من مصر من بلدكم، ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ يعني زمان ايام البردك دور في كده زمان لما حصل مشاكل بالمصريين بتاع، انا واحد من الناس كنت اعتقد ان دي اسباب سياسيه ودخل البتاع، لا اتضح ان في فعلا شباب غبي متعصب غبي وجاهل وغشيم. انا بوجه الكلام بتاعي للناس دي، مش للجزائر، الشعب الجزائري المحترم. احنا طبعا كل انا احب جميع الاخوه المغاربه والعرب في كل البلاد، وده هدفنا وطريقنا ومفيش لا نحيد عنه يعني، وانا مش بقول الكلام ده خوف من حد ولا ان انا بحاول اهدي، لا طبعا انا كلام واضح. انا كنت قاعد في بتفرج على الماتش وبشجع قلبا وقالبا الجزائر طبعا، ما فيش فيصل فيها يعني، وكلنا ساعدنا ان الجزائر دوله عربيه ده اخذت الكاس يعني. ايه الغباء وقله الادب؟ بيقول لك انت كان نفسك الجزائر تتغلب، كان نفسك السنغال ايه ده؟ انا حتى يعني ادبيا لطفت مع الشاب السنغالي وقلت له ان فريقكم يعني عمل مجهود حلو ويشكر، وقال لي يعني عمل بذل قصارى جهد وكده. لا بس السنغال ما شاء الله مجهودهم حلو ولعبوا كويس، بس زي ما انت قلت نعم النصيب وما فيش حظ. نعم لولا لو 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 النصيب ما شاء الله لاخذنا الكاس. انت ده توضيح ورد، ويا ريت الناس الأغبية من المتعصبين الجهله يراجع الفيديو هي فيه، وانا هنزل هنا في الفيديو قطع تراجع له تاني الجزء اللي انا قلته. ما اعرفش جايبين الكلام ده منين يعني. كانت ظاهرة، هذه ليست ضربة جزاء. عندما شاهدت المشهد في أول لحظة قلت هذه ليست ضربة جزاء. وللمرة الألف بقول ألف مبروك للشعب الجزائري، وألف مبروك للعرب كلهم ولينا،
وغصب عنهم وعن كل، لان دي حقيقه وده اللي بقوله، ومن هناك قلت وانا في فرنسا وحيينا الناس كلها، ونزلت نزلت على صفحتي في الفيسبوك اول بوست، رحت كاتب الف مبروك للجزائر وهارد لك للحكم. مش هارد لك السنغال، هارد لك للحكم، لان الحكم كان يقصد ان هو يعني يقدر ضد الجزائر وعاوز يساعد السنغال باي طريقه، فاولاد كتير جدا جدا، ده اللي انا قلته والبوست عندي في الصفحه بس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.